ما حكم كفالة اليتيم من زكاة المال؟ إذا كان محتاجا وليس له مال فيكفل من الزكاة لا بأس، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وهذا فقير، هذا يدخل في الفقراء والمساكين إذا لم يكن له ميراث وليس له قريب ينفق عليه، ينفق عليه من الزكاة. نعم.